والله ما فيش مشكله بك. ان شاء الله كل سنه طيبين. والسبب الرئيسي الموال والتاجر، التاجر خذا غالي الحول البيوضه ظاهي ب 700 جنيه ب 500 جنيه، الله غالب التاجر ما نلومش عليه. لكن الموال شبعان، السنه ما علافش. موال هو المرقي الموال، ما خاصه شيء مش نخاصر. مطر السماس مطر ربه. بالنسبة لأسباب الساعي، أول حاجة في اللي واخذ غالي، وثاني حاجة قصة الراعي هذه، يعني الراعي بيجيب لك من 1000 1100 1200 هذا الراعي. التجار ياخذ ويطلع ويطلع له اسعار من راسها، يعني انت اول حولي صغير وكل عند 1300 1400 ليه يشكي؟ الاعلاف وتكلفه الراعي كذلك، وادويه وما غباك انت في حاجات المكملات كذلك. سبب غلاء الاسعار اول شيء نحط اللوم على المسؤولين. نظرا لان العلفه غاليه والراعي غالي والدواء غالي، الامكانيات السعي هذا راي نشي بالله الثروه الحيوانيه راي مهمشه. خذ الناس يقولوا علفه ما علفه والربيع واج ما شاء الله السنه اللي فاتت، يعني مش عارف، ولقينا في غلوه صراحه.